السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في الحلقة الثانية من مود جيم اوف ثرونز او ريل اوف ثرونز. شكرا كتير كتير والله على دعمكم في الحلقة الاولى، دعم اسطوري كالعادة والله ما تقصرون في هذه السلاسل. وصلنا اخر مرة الى بنتوس، في شوية لوترز هنا نقضي عليهم سريع سريع بما ان معي جنود. الحق ما تلحق، الحق ما تلحق، نجيبهم يعني نجيبهم. سرندر وداي ما في لك كذا، نجزرها في البداية، نطور الايم ومنها نطور الجنود اللي معانا يترقون. طيب الشغلة الثانية، قلتولي ركز في التجارة وهذا الشيء اللي راح اسويه. شفتوا العملاق قبل شوية في الصورة يا عيال، خرب بيته، رعب. اتاك نعطيها طلقتين سهم كالعادة. شوف شوف الليل مود يا سلام، هذا المود اللي في الليل، الاسهم النارية. نزل ايم شوية بسرعة، الحق لك كل الرجال افترسوهم، اقسم بالله ما خلوا لي احد. نطبت لي واحد من القروب، يلا عوافي عوافي. وي ون سهم الحر، سهم الانتصار، هذا اللي كان في السلسله الاولى. شوفوا الترقيات على طول، 6 ترقيات للجنود، واحد منهم مصاب، هذه علامه الكسر قبل شوي اللي هي الاصابه. اما اللي على يمينها على طول يكون مات. معي سيف، معي سيف رهيب، فزت فيه في البطولة. شو هذا المصاب هنا مكتوب على اليمين تحت، ون ووندد. فزت بنهاية الحلقة الأخيرة، هذا هو 983، هذا آخر، هذه آخر بطولة شاركنا فيها وفزت بهذا. صراحة ودي أبيعه ونتاجر بالفلوس. هنا السمك أكيد بيكون رخيص، هذه قرية مش دائما. شوف ب 11 حلو سعره، اي شوف ما اقدر اشيل كثير بسبب عندي الحموله 300 بس. يبيلي اكرمكم الله حمير، هذا ودي او احصنه. تعال شوف على طول هذا تصيده ابو 5، تسوي له سنتروب محاكاه سريعه، يتطورون بعد عرفت. مات واحد، هذه مشكله المحاكاه، انا لازم احد يموت حصل لك اكل، والملابس هذه نبيعها. خلنا نرجع للمدينه، انا وجهتي صراحه باتجاه الغرب، ودي اطلع فوق بعد باتجاه السور، ودي اشوف المناطق هذه والله جاني فضول صراحه. وانترفل بروح بزور الستارك، وغالبا صراحه كان ودي اسالكم ونسيت الحلقه الماضيه ان ودكم نخدم اي عائله تبغون الستارك. دقيقه بس، السؤال اللي في بالي والله العظيم اول ما بديت تصوير جالس اناظر، يعني هذا الطريق تكون فيه سفينه تنقل والبحر راح يمشي اللاعب، صراحه جاني فضول. الشيء الثاني هنا الاغراض غالية صراحة، كل شيء غالي، ما حصلت شيء تاجر فيه كذا. ايوه الله اكبر. اوكي يسبح الخيل، البحر مو بعميق هنا يا شباب. كال دروغو جين ليفل، شوف عندي تطويرات الجنود هنا، خلنا ندخل في بطولة. المهم بالنسبة لتطوير الجنود، اي احد يبي يتطور دائما طور. يا سلام يصيرون بو، وهنا 5 سوي تحديد الكل، اذا ضغط كنترول يصير يطور لي الجميع. طبعا اجورهم تزيد، هذه مشكلة هذا، قبل شوي كانوا هنا، هنا الحين صار معاهم البوء. راتبه 3 دنانير، اول كان دينارين. فيه لوترز بعد ما هزمناهم اجى عندي اسير، ممكن اطيره كذا او ممكن اجنده، ولكن راح اتبرع فيه للجماعة هذا. لا go to the keep، ادفع 800 رشوة عشان ادخل الكيب، والله ما اتذكر ليش ندخل الكيب بس اتوقع اجند، لكن انا ابغى اروح التافرن الحانة وابيع الوسخ هذا اللي قبل شوي ب5 دنانير بدل لا ارميه كذا، عرفت؟ ممكن ادخل حانة بعد اسوي فيزت احصل لي كومبانيون، لكن كومبانيون منال ستارك لازم يكون. طيب خلينا نشوف تريد، تكفى عندكم حمير، اي هذا هو 58، ودي ادفع 500، ال 500 كم بتجيب لي؟ بتجيب لي 9، جميل. وبعدها عطني الاكل، الجرين عندهم، عندهم خيول يا الربع، انا خلونا نتاجر بالخيول، انواع كثير في الخيول. اوه الدزرت خوينا، الدزرت هذا اللي كنا نشتريه من عند العرب، بس اذكر انه يشتريه ب 180، والله 260 بعد ما هي بحلوه، ما هي بحلوه، حلوه. واحد بس عندهم واحد، طيب مش مشكله. خلنا نركز على الاستورجين، الاستورجين هذا ماونت، ماونت هذا ما ادري ايش وضعه، حتى مش مكتوب شيء، بعضها يكتب لك وور اللي هو حربي مثل هذا، وور ماونت. لو تلاحظون لو نشتري على طول يزيد السعر، لو نشتري خيول يزيد سعرهم. عندهم نظام اقتصادي، يزيد الطلب يزيد السعر. لعبة والله شيء مش طبيعي. المهم خلنا نعيد، بشتري اللي اقدر عليه، كم عندي؟ 1600، هذاك 266 ديزرت، بصير اشتري اوصلها مثلا 1200 عشان لا نحشر موضوع الاكل. يعني تقريبا 5 خيول ب 1000 والديزرت ب 300. اذكر كانت في حركة وسخة انك تروح تشوف المدن اللي فيها القلاع، طبعا انتظر الصباح عشان البطولة، اذا كان في حرب تروح تبيع لهم الاكل بغالي، لان هاللعبة فيها حصار، تجلس تحاصرهم لين يخلص الاكل عليهم، ويصيرون يموتون مجاعة.
تخفف من الجيش اللي ضدك. مثلا انت 1000 هجمت على 500 على 2000 ممكن تحاصرهم 10 ايام لين ما يخلص الاكل اللي موجود في المدينة وينقص عدد ال 2000 اللي هناك لين ما تصيرون متساويين مثلا وتدخل عليهم وتصير معنويتهم طايحة. هنا حصلنا بوت. تعال انا قبل شوي ما بعته هذا اللي قلت ببيعه. اقدر اطلع ليف؟ ما راح اقدر ادخل مره ثانيه. شوف الدراغون ستون كلهم. انا وين جيت انا؟ خربيت مشكله متخوف والله. دائما لما تدخل بطوله لازم يكون معك مبلغ عشان تراهن فيه والعياذ بالله. وين الاغراض اللي معي؟ انا هذه كلها لازم ابيعها. ايوه هذا هو قبل شوي شفته. شوف صارت 1000 معي. جبنا 1100 حلو. شوف البطوله راحت علي. عشان اتعلم مره ثانيه ما اترك البطوله كذا بوسطها. ايوه الفورست باندت هذا اللي تستفيد منهم لان عندهم اسلحه. طبعا 4 سنتروب طور 2 وبعد كويسين لو ناخذهم. ما ادري والله اذا الباندت يطيحون معنويه جنودنا زي اللوترز لان يعتبرون محاربين. هذا صراحه كويسين جدا. هذا التروبز على طول دايركت يدخلون معنا. اما هذولا لازم تجلدهم كذا كم يوم تسحبهم في الارض بعدين تقدر تجندهم. غير كذا تجيك الاسلحه. شوف كراك شغلات ممكن تبيعها. حاليا ما في سيوف ما كان معهم سيوف. هذا بس 4 اشخاص. شوف اللوت هذا كله. هذا القوافل ممكن تعترضها وتهجم عليها لكن ما ودنا ندخل حرب واحنا 15 شخص. شوف الخيول هذا اللي اتكلم عليه. شوف هذه القريتين تابعين للميدن. خلصت البطوله على حظي. لا والله ما زالت موجود. حلو. هنا اكيد الخيول بتكون رخيصه ما راح احصل فايده. المشكله انا جاي ابيع خيول. خلينا نشوف الميدن 5. شوف 100 سعره ما بيجيب لي شيء. والدزرت 200 بالنسبه لهم هم. خلينا ارجع. عندهم سمتر. السمتر هذا ممتاز. ليه؟ لانه يعطيك 100 في الحمل. شوف 1350 يصير 1450. حتى الحمير عندهم رخيص 67. تجارة الحمير يا شباب والله تجارة الحمير. بيع لهم هذا بنفس السعر تقريبا. ممكن خسارة شوي لكن صدقوني الحمير هذا منهم فايدة. بخلي اول شيء الباقي براهم فيه. اشترت كم؟ 16 حمار بألف. عطنا البطولة عطنا. تكفى قل لي في شيء يستاهل. اوه نهساوي. النهساوي هذا ممتاز. خيل حربي بس اتوقع اني ما اقدر. لا 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 توني مرسبن. كيف كذا؟ طلع سيفك يا اهبل. كذا نظام غدرات يا شباب. والله كذا نظام غدرات. كلهم يرمون علينا. خوي لا تموت. سلام عليك. ايوه اهم شيء ندخل المركز الثاني عشان نتأهل. لا يا ابوي. جميل. الخيل اقل شيء اقل شيء بيجيب لي 1000. اما معهم كرسبو معنا يا ورع. يخرب بيتهم يموت. ايش الدرع هذا؟ المشكله اني اضربه هيد شوت. خوي لا تموت تكفى. خلنا ننهي التيم هذا. من فوق من فوق من فوق. قلت لك من فوق. تكفى يا خوي تكفى. تأهل. كفو 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 يا خوي. لسه ما قتلته يا احول. ايوه لا تهجم بالكروسبو يا غبي. حمار كبير والله. بس تأهلنا تأهلنا والله ما قصر يعطيه العافية. اوكي 2 ضد 2. تكفى ما عندك كروسبو. ايش المسخرة هذه؟ مسوي بتصد ها؟ لا لا لا. المشكلة هاللعبة صوب يمين تجيك ضربة من يسار من فوق. خلاص يا اخوي اهدى اهدى. الله يخرب بيته. انا طاقتي جدا لاعبي جدا بطيء بال ضربة واحدة الظاهر بموت ولا؟ انا وضعي في السليم. كفو يا اخوي. قوي هذا خلاص انهائي انا وياه. تبي الخيل ها؟ والله ما تفوز. اعطونا اسهم اعطونا اسهم اعطونا اي شيء. اوكي سيف ممتاز. يعطيك العافية والله ما قصرت. بس يعني الخيل نبيه. معليش. والشهرة هذه بتفيدنا. حلو 1500 طلعنا والخيل سعره في السوق بيكون تقريبا 1000. وريناو حصلنا بلس 3. ريناو هذا مهم لانه من ضمن الشروط عشان الكلان نتوقع نطور ونقدر
ندخل كمرتزقة. خلنا نشوف وين نساوي هذا. 1350 طبعا في له متطلبات الرايدنج 90. انا شخصيتي حاليا الرايدنج ثاني واحد 18. طبعا هذا المدينة مليانة خيول فببيعها في مكان ثاني. 1350 هذه راح اخليها 150. وعطنا حمير، حمير ابو 70 ممتاز. اكل اكل اكل، لكن عندي كفاية. خلنا نكمل طريقنا. هنا بعد عندهم خيول، تحت عندهم خيول، المنطقة كلها خيول. افكر ارجع هناك وبيع لانها غالية الخيول هناك، او اني اطلع فوق. خلنا نوجه فوق احسن. طيب هنا خيول، اسحب عليكم شوف ايش عندهم رخيص. طيب في السوق عندهم بطولة، السوق عندهم جرين جريب. اوه الجريب ممتاز. الاكل هذا ب 23 يا بلاش والله. شوف انه ساوي عندهم ب 1400 و 1500 تقريبا، زدنا 150 بس تحركت خطوتين. بس شوفوا الجريب هذا بكم ينباع جنبهم. شوف ب 60، قبل شوي شاري ب 30 تقريبا، ضعف السعر على طول. وهنا تشيز عندهم رخيص، الجبن اشتري الجبن. بيع الجريب لان كميته بسيطه صراحه. نساوي ب 1700. ببيع هنا، ابيع هنا، بستغلها بالتشيز. لو اشترت التشيز هذا كله كم طلع علينا؟ ب 3800، بس ما خليت فلوس للرواتب الحلوين. خلنا نبيع الديزرت. فاللعبة تعطيك المجال انك تروح تشتري العنب هنا وتبيعه بضعف الثمن هنا، لكن ما في ذيك الفائدة. او تاخذ الخيول وتطلع فيها. صراحة الخيول اشوفها من افضل التجارات. انا وين وجهتي؟ ايوه وصلت يسار اخر شيء، وينترفل. وديني الوينترفل، ودي اشوف التجارة اللي عندهم. واي شيء في الطريق كذا راح اوقف فيه. خلنا نبعد شوي. اوكي هذه ذا توين، الظاهر انه بيشترون التشيز بسعر طيب. شوف 67، فالالف اللي دفع مستحيل يا ولد، والله مستحيل. 7393 انا دافع فيها 1000 قبل شوي. كانوا ب 11 يا عيال ولا لا؟ كانوا ب 11 صاروا هي والله 6 اضعاف. يا الهي التشيز، يا الهي الجبنة. جبن والله جبن. بيع خلاص. عرفت الكلمة السرية للبداية. ايش كانت المدينة اللي اشترنا منها؟ والله اني ضيعت. ميدن كانت. في تجارة ثانية يا شباب جبت لي من تحت البتر والتشيز، اشترتها ب 4000. جيت للوينترفل وصلت اخيرا. راح اشوف كم نجيب ال 4000 هذه. 8900. وعندهم هنا ال ايش عندهم؟ عندهم قريب رخيص، جرين بخمسة، واو. عندهم البير ب200. طبعا البير هذا والعياذ بالله برضه فائدة كبيرة منه. جيند ليفل اتوقع في طورت شخصيتي في التجارة من المفترض. ايه تريد، جالس ابيع واشتري. فالحين تجي الفوائد الجميلة. 15% راح استفيد بالتجارة، او هذا الضريبة تقريبا بنالتي التريد جودز او اكويبمنت مثل السيوف. لا خلنا في الجودز اللي هو الاكل وغيره. فكذا مفروض اني كنت ارقي قبل لا ابيع صراحة، بس ما عليه. وصلنا وفي بطولة في وينترفيل يا عيال. بس قبل لا ندخل البطولة او بعد ما ندخل البطولة راح نشوف التفاصيل اللي يقولون انها في المود مثل المسلسل. توقعون راح نحصل احد من قوم ستارك؟ مفروض الحين سامي كلها في البطولة من الستارك. نسيت سامي البنات والله. سالسا ستارك ما ادري ايش اسمها هذيك. سانسا ستارك المزيون. حلوة صلصة هذه سانسا. كوسين على خيل كوسين من عندنا. نورثن رايدر ستارك هاوس جارد. اوكي عنده من حرس الستارك. طبعا ما ترقوا، ما تواضعوا قوم الستارك، ما حد جاني. بران ستارك، اوه خلنا نشوف قائدهم روب ستارك. اوكي شوف شكله روب. وين سانسا؟ شا رايكم يا شباب نخطب سانسا المنبر؟ ايوه هنا المنبر سانسا. الا والله سانسا ستارك ليه ما طلع لي في البحث؟ شوف شكلها وش رايكم فيها؟ عمرها 17 سنة يا اخوان. نضبط العلاقة مع روب. بران موجود في البطولة ان شاء الله ما راح يزعل يوم نجلده. اريا، ايوه يا اريا صغيرة 15 سنة. كال دروغو يجلد بران ستارك في بداية السيطرة على السبع ممالك في جيم اوف ثرونز. وين بران؟ بران مش موجود الحين. انا اضرب الهواء يا اخوان لساعة. اوف بطيء. هذاك يضرب الاسهم اتوقع. ايوه اجلد بالاسهم، اجلد. انا اضرب كذا، انا من بعيد كذا اضرب بالاسهم تكفى.
أيم زي الناس تكفى. أباهم يخفون اللي عندي شوية. روحوا طيب خوي هناك. والله عنصرية يا إخوان، أقسم بالله عنصرية. أيوه طاح واحد، كأنه طاح واحد. لا والله باقي أسامي فوق. أوكي واحد راح يتجالد معه. تكفى جلده، تكفى. أوكي جلدنا واحد. كفو جلده جلده جلده، كفو. ربي سيون هل أجل. ها الله يخرب بيتكم. أذلف بس. كفو كفو يا الفزعة. نورثن رايدر وحش وحش بطل. الحين أعطونا بران ستارك، هذا الطفل هذا كم عمره كان؟ 19 سنة. الحين بيسوي الجلسة كذا اللي جته النبوءة حقه هذه، تعطيها وضعية الأهبل ما تمشي. وينكم يا إخوان؟ إيش السالفة كل واحد ضد واحد؟ إي والله الستارك موجود ولا؟ أبلع يا بوي. كويس إني طورت السيف، ضرباتي سريعة. يلا بس يا ربع وين بران ستارك الضارب مع المجموعة هذه طلعوهم. أقول لكم ما عنده شيء. أوه أعطاني فأس. أفجر رأس من واحد ضد واحد بس. تعال أحا والله لا أخبز راسك من فوق كذا. أيوة اوف 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 يا دروع. اوف 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 حياتي يا رب. انا ارتبشت يوم شفت حياتي، والله العظيم ارتبشت يوم شفت حياتي وشفت دروعه. يا شينها والله والله يا شينها، فضيحتي فضيحتها. من هذا فزل؟ ارسل لها رسالة تعال 1v1 يا ابن الذين. هذه 1v1 بس ليه حياتي كذا يا الربع؟ ما دخلت اي معركة. يمكن انجلت في الراوندات اللي قبله. الجرين ينباع بثلاثة. وات والله لا اشتري اكبر كمية اقدر عليها، 2500 تقريبا. انا في شغلة اهملتها صراحة، موضوع الحدادة. خلينا نشوف لنا ارخص سيوف عندهم. هذا مثلا الايرون نشتري خمسة من هذا وخمسة من هذا مثلا وخمسة عشان الحدادة نستغلها، لأن فيه عندك المية بالمية هذه تنقص إيش اسمه الاستامينا هذه، فلازم أنك تستغلها دائما. شوف نزلت شوية سملت. أوكي الأسلحة الثانية ما تعطيني أي شيء، هذا يعطيني الكرود آيرون. المهم أنه استهلك طاقته بس، لأن الطاقة هذه ترجع ولازم أنك تستغلها دائما وأنت تلعب. في كل حلقة لازم أني أصهر وأصنع وكذا. شوف الأوردرات 116 ديفيكولتي 16. أنا سمثنج عندي خمسة، فما راح اجيب له السلاح. ايش السلاح هذا ولا قلة حياة؟ المهم انه يعطيني فلوس واقدر اطور ال، خل كل شيء اخضر. طول السلاح كيف تباه؟ شوف المواصفات عنده، ما يباه كذا طويل، لا يباه مضبوط. يا سلام. ليه ما في فورج؟ يو دونت هاف اول. ايه رف ايرون، رف ايرون كيف تجيبه؟ حلو اقدر شاركل مع الكرود ايرون اللي قبل شوي يعطيني الرف ايرون. كم حبة؟ ثلاث يريد. اوكي مفروض نقدر نصهر السلاح، تكفى. يحتاج واحد شاركل. اي شوف خلصت الطاقة. هذه المشكلة، بططنا بطث بططكم. هذه مشكلة الحدادة. طيب الكلان لسه ناقص الريناو، مسألة الريناو ونكس تير 50. لازم الريناو يوصل 50 عشان اوصل الكلان تير. والله يا الربع لازم اشارك في بطولات مرة كثير. تشهر اللاعب في البداية، هذه صعوبة البداية صراحة في اللعبة، بعدين تدخل في حصارات وتدخل في أمور ثانية. شوف في بطولة هنا. أهم شيء الجرين بكم تشترونه؟ بستة برضو لي فائدة تدرون. والله الهارد رخيص عندهم، خلنا نشترينا ب400 تقريبا. تعال صح نسيت ما جند من عند الستارك، ما أدري ليه يا أخي ما يظهر لي جنود. يمكن أي صح ذكرت، علاقتي مع هذول التجار هي العنصر الرئيسي في عدد الجنود اللي يظهرون لك. شوف عمق اللعبة عاد، يعني لازم انك تدخل المدينة هذه وتتعرف على التجار وتخدمهم، تخلص لهم مشنات، في احد سرقهم تروح تجلده وتجيب الشغلات اللي انسرقت عشان برضو شهرة. موضوع مهمات شهرة على فكرة. تعطيني الريناو، المفروض اني اركز من باب التغيير، بخلص مشن الحين. بس انا مغبون على البطولة اللي خسرتها قبل شوي. اوكي في فاس جميل، كلهم نورثن نورثن نورثن. ستارك فوتمن Yeah!
هذا وحش، هذا الوحش نعرف يا شباب، والله ان الوحش نعرف، روبن فلنت. اوه اسهم. تكفى لا تموت يا فلنت. افا يا فلنت. هذا باقي له طقه بعد. تستهبل انت؟ تستهبل؟ اوف. اذلف. شوف حياتي اتوقع ما ترجع، وهذا السبب اللي قبل شوي جلدني. لا والله ترجع. اجل وشلون انا انجلت؟ هذاك غش والله، نهايه غش. عجبني اللي يجي النهايه متحمس. يلا بس. ايوه ريناو ثلاثة شوي يا اخ. اذكر كان يعطيني 10، في سبب للريناو، في شيء تطوره في الشخصية اذكر انه يعطيك الريناو. مستحيل نتمع على كذا بلس ثلاثة ثلاثة. هذا رجعت لوينترفيل بس ماشي مهمات هنا للأسف. خلنا ندخل القلعة نشوف. الحلو في الموضوع بعد فترة تصير تقدر تشتري محل، بعدين تنسى موضوع التجارة نوعا ما، يكون فيه دخل ثابت لك، وهذا اللي عجبني صراحة في اللعبة، موزونة من ناحية هذه، انك بعدين انت عندك 20,000 شغلة تفكر فيها، من ناحية تحالفات، من ناحية حروب، تاخذ قلعة، اخذوا منك قلعة، تروح تدافع، تروح تهاجم، ففي هذاك الجانب نوعا ما تنسى التجارة، خلاص. عشان كذا والله اني ناسي وشلون بديت السلسلة الماضية، لان في العشرين حلقة اللي صورتها الموسم الماضي، اول 5 حلقات كلها تجارة، وبعدين 15 تقريبا كلها عبارة عن حروب. والله يا اخوان ما ادري، انتوا اعطوني رايكم يعني، هل فيها شيء من اللي بالمسلسل؟ هذا الاجواء انا اللي تعجبني. في لعبه ان شاء الله راح تنزل قريب، راح ننزل عنها باذن الله، اسمها مانور، شيء كذا استراتيجيه زي لعبه بانشت اللي لعبناها. اوه شعر ستارك، الله نعم. القرى هذا النوع هذا صراحه ما كنت اشوفه، كنت ادخل مدن كثير قبل، بس اتوقع ان فيه من قلعة الستار، شو اسمه، قلعة الستارك. خلنا بنحاول ندخل. يمديك تخيل بس انت تهجم على قلعة زي كذا. انا بالنسبة لي في الموسم الماضي كان يعجبني الجو في عند العرب، الرمال كذا والحروب اللي تجيك على رمل، صراحة كان لها افضل جو بالنسبة لي. يا سلام، لا تعبوا صراحة بالتصميم فعلا، المود انا اقول لك حجمه مش على الفاضي، يعني اذا كل قلعة صمموها على حسب المسلسل شيء رهيب. طبعا ما راح يسمحوا لي الحراس انه يدخل للأسف، كالدروغو مش معروف، بيقول لي يمسك الباب ولا دور از لوكت. اوكي تفتح الباب ولا؟ الله ما ودي احارش احد. على طاري الستارك، جاك وحش الستارك. طيب جنود يا اخي، جنود والله فيه، بس ليه اساميهم نار؟ ابغى ستارك. شوف هذول التجار هم نفسهم اللي هنا، نفس الصور، فعشان كذا تعتمد علاقتك معاهم على حسب الجنود اللي يعطونك. رغم اني ما سويت لهم اي خدمة هذول، لكن بعض الناس يعني من طبعهم الشيم فيعطونك جنود حتى وهم ما يعرفونك. خلينا نشوف العليمين هذي دريد فورت، لعل فيه مشينات هناك، ما ادري، اتوقع انه ممكن يحط لك علامة تعجب اذا كان فيه مشين في المدينة هذي، بس الظاهر انه ما في اي علامات تعجب صراحة تظهر الا لو وصلت المدينة ممكن. هذا الاشكالية. ايوه شوف هنا في القرية هذي في مشن. اوه مفروض اني اشيك على القرى بعد. اوكي تكفى لا تقولي ما عندك جنود كافيين. طيب انتوا اعطوني جنود. بولتن، نقوم البولتن. طيب بناخذ من عندك بس عشان لا تجلس تقول لي. 20 جندي، اقدر انا اخذ 25، خلنا نجمع. اوكي الحمد لله ما قال لي ما عندك جنود كافيين، يقول انا مستحي اني اقول لك والله، ولكن عادتي اني اشرب واراهن ومدري ايش، وجبت العيد مره في الرهان في لعبه تقريبا، ايه اللعبه حقتهم هذه اللي في التفرن، ان شاء الله يوم ندخل التفرن راح ارويكم. قال المهم اني خسرت شيء وما اقدر اتحمل خسارته. طيب اللي هزمها اسمه جيم هوست، وخذ منه الشغلة هذه اللي ما يقدر يفقدها. اوه قطعة ارض، قطعة ارض خسرها، الله يخرب بيت السكرة هذه اللي سكرتها. طيب وراح يعطيني 1000 اذا رجعت له قطعة الارض هذه.
يقول لو رحت اشتريها منه بصير نكتة الحانة، فما اريد الناس ينكتون علي، ابغاك انت تروح تشتريها وانا بدفع لك الالف. اوكي بسجلها باسمي بسحب على ابو جدك. طيب الحانة في دريدفورت، مفروض انها هذه اللي جنبنا. يب وجهتنا اصلا هنا، احلى شيء ان المشن يكون قريب جدا. فنروح نشوف هذا، ندخل الحانة ونشتري الارض منها اللي قبل شوي فاز منها. اتوقع اني لازم العب معه، ولو لعبت معه وهزمته ايوه اسمع الطرب، والله اجواء ايام. اتوقع هذا هو جيم هوستي، والله هذا هو جيم هوست اللي اوكي انا على بالي اسمه جيم هوست طلع صفته. دينينين اذكرها دي وانت بلاي، ما ودي العب انا بس ودي اكلمك. خلني احاول اخبص عنده. ايوه الشطرنج او هاو تو بلاي جديده هذه، هاو تو بلاي. لا 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 ايش اللي فرق، ما لا تنسحب. اوكي 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 اعطنا التعليمات. والله ما فيني صراحه اركز وافهم. فورفت او دفعت 1000 البلاقين نو. يا ابوي شل مني 1000 وشل من هذاك 1000 يوم سحبت من انا ابغى اطلع واكلمه. المشي خلاص قم 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 الكرسي قم قم الله ينكبك قم يا ولد قم قم طلع السيف وشل الغاسة هذا. ايوه هات الالف الله يخرب بيتك، ما يمدينا نجلده. اصلا ما احب المراهنة انا، ايش الكوست الاهبل هذا، والله ما عجبني يا اخي اقسم بالله ما عجبني. انقصبنا بلف يعني، خذ الارض شوف الملطش انت، خذ الارض وخذ 1000 مني. يا شين هاي الربع، والله اني انغبنت والله العظيم اني انغبنت، تملطشنا في هذه الحلقة. طيب حصلت لي ميشن ثاني في نفس المدينة، هنا يعطيني ملخص السالفة. لوكال هيردز مسبب مشاكل لصاحبنا هذا راعي المشن، ملخص سالفتهم الجماعة رعيان متزاعلين، عاد اصلح انت بين الراعي هذا اللي كلمناه وواحد ثاني مسبب له مشكلة في لاست ريفر. طيب وين لاست ريفر هذه؟ اوكي انا معلم عليها اوريدي. اوكي في القرية الثانية اللي هناك، وفي مشن ثاني برضه موجود هنا. هلت المشنات الحين يبون الفضائح. اوه كان بس ارافق الجماعة هذا، سبحان الله انا بس مشيت بهذا الاتجاه وكنت مرافق لهم بالصدفة الرأيان هذا. لا اوكي في احد بيجي بيهاجمهم من المنطقة هذه. Thank you for protecting us. اوكي يوه هي مشنات الفولوينج هذه ممتازة، الحين استغل الجنود اللي معي اطورهم. شوف راية الحصان جاينا 12 واحد، 12 كلب جاي. حلو دافعنا عليهم قبل لا يشتبكون مع الحلوين. يقول لي لا تتدخل، دونت جيت انفولف، هذه من اجداد اجدادنا، هذه الارض لنا وما لهم الحقي انهم يرعون في هذا المكان. والمهم ممكن اقول له اهدأ، والله انك صادق، خلاص برجع بقولهم روحوا شوفوا لكم مكان ثاني. ابيعهم باختصار، والبيعات هذه انا ما قصرت فيها السلسلة الماضية، لكن هالمرة ادافع. يور ريليشن شيب انكريس، اوكي حتى ما حاربوني شافوا العدد، عاقلين والله عاقلين. بس دقيقة يا عيال، ريناو والله ما زاد نفسه 29، يعني بس مسألة بطولات واهجم على اللوترز، هذا اللي انا متأكد منه. والله صراحة احسها مسألة تكرار، لكن هذه الوسيلة الوحيدة يعني في بداية اللعبة قبل الحروب وقبل الأفلام هذه كلها. إذا بدكم اختصرها يا شباب علموني في الكومنت. شوف هذا 16 لوترز وراهم 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 أفا
راحوا علينا والله. يا اخي لازم اشوف لي مرافق سكاوتينج. خلينا نشوف الحانه بحيث اني اقدر اسوي سكان. او كانت في طريقه من الموسوعه نفسها تشوف الكومبانيون هيروز تقريبا. كنا ندخل وندرر. اوكي سورت باي ايج عمارهم هذا المنتهي. خلينا نشوف انه واحد كذا اوشا. اوكي اوشا كيف السكاوتينج عندها؟ ما في سكاوتينج. جندري هذا انجينير بيفيدنا بعدين في الحصار. مايا ستون سكاوتينج 60. اوكي سكاوتينج 180 ممتاز جدا هذا. بس هذا وحش ما عنده الا العنف. اعطني اياه هذا اعطني اياه. ارسل له رسالة. شكلها بيكون اول كومبانيون محارب وكل شيء صراحة ممتاز جدا. ماي نيم كال دروغو كم فلوسك؟ خمسمية والله يا بلاش والله يا بلاش. اول رفيق للدرب هذا بيفيدني بالسكان او السكاوت حواليني. كذا الوضع صعب جدا صراحة. ايه وانسحبني سحبني تحت. عندهم بطولة جميل. خلنا نمسك السكاوت روح الكلان حقي هذا هو. وظيفة السكاوت وشلون نعطيه؟ ايوه السكاوت اعطيه. الحين الفلة الحين الفلة شوف يصيده من بعيد. فكذا راح يتطور لعبنا بصورة كبيرة. شوف من هنا المدى تقريبا حقه. خلنا نشوف المدى 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 اي تقريبا. لا ممتاز جدا والله والله ممتاز جدا. لا باخذ فترة طويلة اطور السكاوت حقي انا. الحين برجع في الباندت اهاجمهم وبرجع في البطولات. بس ما ادري والله يا شباب احس الموضوع بيكون ممل بالنسبة لك كمشاهد. عطنا رايك في الكومنت اذا ودكم انزل لكم المرحلة كاملة من بطولاتي والهجمات على الوترز لين ما اخلص المشن هذا واوصل الكلان تير واحد. او اذا ودكم اختصر فيه مثل هذه الامور واصبر لكم الحلقة الجاية على طول وانا موصل الكلان تير 1 ونروح ندخل مع احد القبائل اللي تختارونها. تبغونها مع الستارك ولا تارغاريان اللي ودكم. اتمنى انكم استمتعتوا بهذه الحلقة. لا تنسون لايك ورايكم في الكومنت ونراكم ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.